أثناء قراءتكم لهذه السطور سنكون بجانب عبد الحليم فلم نقدر على العيش بعده أبداً. هناك الكثير من هذه الرسائل، هذه هي رسائل العشاق، وهذا ركن رسائل العشاق الذين أرسلوا. ربما عائلة عبد الحليم حافظ تحتفظ بأكثر من 1,000,000 رسالة عاشق وعاشقة مضى عليها أكثر من 50 عام. نتحدث هنا عن أغلب هذه الرسائل هي من النساء تحديداً، نتحدث أيضاً عن رسائل تطلب الزواج من عبد الحليم حافظ، وبعض الرسائل تبارك له على بعض النجاحات، تبارك له على نجاح أفلامه وحتى نجاح أغنية معينة. أيضا نتحدث عن اللغات المستخدمة في هذه الرسائل، ربما 3 لغات، العربية والإنجليزية والفرنسية. عائلة عبد الحليم حافظ تقول بأنها تحتفظ بكل رسائل العشاق الذي استقبلها عبد الحليم حافظ أثناء حياته وحتى بعد موته.